رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخوتي الأعزاء، إن شاء الله تعالى موضوع نعاوة وحوية حفظ اللسان. عرب كينا إنا نحفظنا أون إلى لنا إلا وح إلهي نو دوينا يمويانا وحك لإنا نعرب كينا كإلى لنا. ساد أكتهين أعضالاً يحبنهاً إلهي يقول نسيه والنعمة وإلهي نقول نعمي حق أيكو ليهن ولقاد دوني وحوي إنا تكون قدته وح إلهي رالي قلنا سبحانه وتعالى وتكفو قاته وحبنها إيا أعضال هذا يجرك أغن إلهي كوغو نعمي وإنا دعو استعمال وحونا إله الرالك آهين سبحانه وتعالى أعضاد إلهي وكو نعمة إلهي نعمة يعني حبنها نوكو سي حبن كأغو نفع بضن أغو فائدة بضن هداد كفائدة ست لنا عكال مركي لفيريانا أغو خطر سن وحبن كان ليا اللسان كوان. رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك إمام الترمذي أورنا يوحى لويدي: أكثر ما يدخل الناس الجنة ضدك وحى الجنة قال يا محا أقبا رسولك إلهي. برقاس رسولك حليه صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق ضدك وحى الجنة كوكالا وحى أقبا وحى ويا عبسيد إلهي يا ضبي عدو ونكسوه. وحاهدنا النبي قال لويدي صلى الله عليه وسلم: ضدك وحى النار تقلنا يا وحى أقبضا أكثر ما يدخل الناس النار ضدك وحى النار تيكو قلنا محا أقبضا. وحليه رسولك صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج لبدا حبنوت عربك يا فرجك معاصيده يا ذنبك لوغو كسبنيا اوغو بدن واحد دك نارتي غلي رسول الله عليه الصلاه والسلام. مرك حبن كان لسانك ليراد وحبن خطرتي سو اي اد وين تهي او ان اد اسك الىليسو مركست لا دونيه. حديث كان إمام الترمذي باورني إمام البخاري ومسلم بوحي صحيح هذا كورني يعني. رسولك صلى الله عليه وسلم وحليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نك إلهي إيه يونك آخر الرميسا إيه الرمين يو وحونا أكسن هكو هدلو أما هايسك آمسو ساس رسولك عليه الصلاة والسلام كوائنات اسمي زانتوي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلهي إيه يونك آخرا ننكي الرميسا قفكي الرميسا فليقل خيرا وحونا أكسن هكو هدلو أو ليصمت أما هايسك آمسو.
marka waxa aad ku hadlaysaa inaad miisaanta way ma ajir baad ka helaysa adduun iyo aakharaba ma khayr baa kaaga imaanayo ma faa'iida kuugu jirto hadduu dhibaato mooyaane wax khayrahoo ka imaanayaba aysan jirin inaad iska ilaaliso way kalaamkaas wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ابن آدم كمركو وابريستو واغا أبريو فإن الأعضاء كلها حبنها ابن آدم كوككو بن يها يوردن تكفر اللسان عرب كي دارني فيقولون وحيليه اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا حدي آتوسنا تعرب يهو وان توسنان نابليه حدي آت قلو عتنا وان قلو عنينا يا إلهي كبط ونباته النوسو جيد حبنه كالو نمسا أرنه أعضادي كلونا حيل الدم بيقى عربك أو كسبه حدي يعني قفك عذاب أو كم التايست جرك يسونا ولا عذاب يا لكن نباتها نوسو جيد ملي دم بيقى أو كفر هذا بدن عربك كان عاية لسانك كان عاية مركا حبنه كلونا بعد عارنا إيه اتق الله فينا والإله كبر فإنما نحن بك أذان كوسقنا فإن استقمت هدات وصنات استقمنا وإن اعوججت هدات قلوعتنا اعوججنا حديث كما ترمذي با ورني سنة كيس كورني وهو الرسول كليه صلى الله عليه وسلم أسوى كور رمي خطرت اللسان كليه من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة يا إيبا لنقاضي ما بين اللحيه لبديس اللفقرات لبدن لفوت دحدودا وحا كجرو عربك وما بين الرجليه لبديس اللغوت دحدودا وحا كجرو فرجك انو حفظنا يو الالنا يا اي بلنقادي اضمن له الجنه او انغنا ان جنه بلنقاد ابو نبي عليه الصلاه والسلام قول النبي رنوي صادق المصدوق وهي نبي حداد لبدا حبنود حفظيسو ood macaasida ka ilaaliso jannada ilaahay baa ballanka ku ah ballan qaad bay ku tahay ay ilaahay rasuulkiisa ballankooda run way lisaanku khatar weeye walaal Sufyaan ninka la yiraahdo al-Thaqafi saxaabiga la yiraahdo yaa wuxuu leeyahay qultu waxaan idhi yaa rasuulallah xadithnii biamrin actasimu bih إلهي الرسول كيسي أو إيدر دارا أرن إي أمر أن قبصد أن كدق إيشك قال وحو يري قل ربي الله ثم استقم إيمانك هي توحيدك كل واق ثم استقم تصنو استقامة كدده لا عاد وحا اوغو فضل بدن استقامه استقامه وا مخاي وا انا توسناتو اوامرته الهي اد غدتو الهي وحو كان ريبن اد كار ايمانك قادو مركات ايمانك قادتو بعد دي توسنو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم دتك وناكسن داعد إلهي كتوسن استقامة لبلنقات كاسيليه إن الذين قالوا ربنا الله كو إيمانك ليمت
إسلامي ثم استقاموا توسنادي داعد إلهي كد ذالي جدك ونكسن قاضي حمانتك اللحدي تتنزل عليهم الملائكة عند الموت مركا لمن أيان أنت يا ولي نفتك بحن ملائك باكسو دقيس والله بشارين أيان محال ليها ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ها عبسننا هنا مرقنا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كب بشاريستا إن أدهل إنسان جنة إلا إذين بلن قادي جري مركي سيدا يغا لوغو بشاري يوم كآخر عبسيدا بدن نباتا بدن مرقتا بدن مرقتا دي لغا كريالو ليدا وح خوفا يعبسي دوشي نما هاني جنة إلا إذين بلن قادي مركي سيدا لوغو بشاري يا وحي كم مرقيان بالي المهودي إيه وحي أي كسو تغيان وإهلا دودي أدوية دوغا سو تغيان أي كتغيان نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ملايك تساسي أقو بشارين أنك أولي إذين أهو المهني أهل كينا حتى واحد بأرك مايا في الحياة الدنيا إيه وفي الآخرة لبضوا أنك أولي إذن كا ولكم فيها جنة فيها وحد كل هذه ما تشتهي أنفسكم وح الله وحي نفتي إنه جعلتنا جنات كلها الدنيا ذا قفك مؤمن كا يعني وحال لغو أمري أو لغو يعني لغو امتحامي وحي نفتي سجعشة شهوات كا إنه سك إلى الله وكف قال لكن آخر وح الله وحي نفتي سيشتهي يشاكنه محاط بهن تالي قلب جيس وحي كسر دعوة حتى دتك خدمة ده هو يعني خدمة ده جنات كشقيين أيه ملائكتك شقينا سيادتك خدمتها جنتك شقينا يقفك مؤمنك قلبك سوى سكحري هنا مركا يوح قلبك سوى كسر عام وقالو كيني أسوان هادلين قالو كيني ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وح الله وحد شيكتان بالله يدسينا نزولا مرتقاد وي يا أبا المرن ومن غفور الرحيم إلهي حقي سكانت استقامة محاكة فضل بذل مركا سيؤد يعني دتكاس وقدر ما رسولك عليه الصلاة والسلام سفيان الثقفي وحو رسولك قدر دار ما يا صحابي قاس قل ربي الله ثم استقم توحيدك قادؤه سلان لماذا قادؤه ثم استقم توصنو قلت وحاني ربر يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي مركو رسولك سيدا يقدر دار ما وحاني ربر ما أخوف ما تخاف علي وحاد إقع iga cabsanaysa maxaa ugu badan dambiga aad iga cabsanaayso ama dhibaatooyinka aad iga cabsanaayso inay khatar ii keenayso aad u maleeyneyso maxaa ugu badan fa akhadha bil lisaani nafsihi nabigu carabkiisa u qabtay fa qala wuxu thumma qala wuxu yiri hada kanan kaaga baqay carabkiisa nabigu qabtay alayhi salatu wasalam kaasu yiri hada kanan kaaga baqay kan iska ilaali صحابي الجليل كل رسولك سيدا كله عليه الصلاة والسلام أكتهن أصحابته كل قد إني وذا أهل الجنيهين وكل قد ناجيهين وأي وذا حدنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليها كان أنك أقب قيا كان إسك إلال عرب كإسك إلال حديث كإمام الترمذي باورني مسلم بخاري بصحيح هذا وحيكون ورني يعني. معاذ بن الجبل صحابي اللي هو نبي قدر دار على ألا أدلك على أبواب الخير الخير كالبابي زي ما كون شيء بلا يا رسول الله إيه شيء رسولك إلهي صوم كون رسولك أقوى ورمي جهادك أقوى ورمي خيراتك ورنم أقوى ورمي مركز النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك بملاك ذلك كله خير كاسو نني أبواب خير كون واحد كو جاريس وكو هنني زي ما كون شيء قلت بلا يا رسول الله فأخذ باللسان نفسه نبي عرب كيسو قبته ثم قال وحير كف عليك هذا مت كان اسكر كان اسكقب قلت وحان إربر يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم ونبي إلهي وحال وحان كهد لين ودن من لوق بنيا وحان سكهد لين من لوق بنيا فقال وحي رسولك عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك ويدا حق بلنت يا معاذ ثكلتك أمك
warhooyada ha gablanto ha ku weydee wahal yakubu naasa calaa afwaahihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsanatihim. Hooyadaa ha gablantee dadka miyaa loogu tuuraa naarta weji weji ama afgambooti miyaa loogu ridaa ilaa xasaa'idu alsanatihim. Carabkoodu wuxuu koobay soomaa waxa dadka naarta geynay, waxa dadka naarta ku riday. Soo wax carabkoodu koobay maaha, waa lisaanka wey, lisaanka wey. Kufa calayka haada buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu, bal adigu dib u noqo oo dib isugu noqo oo acmaashan iyo dunuubtan la samaynayo waxa ugu badan waxa laga samaynayo waa carabka wey. Lisaanka 24 saac intaa uu qofku hurdo mooyaane inta kaloo dhan sidaa unbuu u hadlayaa. Waxa uu sheegaya waa maxay? Waxa waa wax lagugu xisaabinayo ogo. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ولا تقل ها أرنن وها كهدر ما ليس لك به علم وحاد علم أولهين وذا أقون أولهين وحقيقة ديس آذهين ها كهدر وحاسي وحاساجد وحاسي وحاساجد. إن سمع مغلك والبصر أرقى والفؤاد قلبك كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللي سويدين يا كل دقاها واحد كم غشي وحاسي وحاسان مغلي وحاسي وحاسان أركي واحد قلبك أقى كوهيس كل أولئك كان عنه مسؤولا. بإله لي رمان واللي سويدين يا أعماش مقل كاغا يا سمع كاغا يا واحد دوني صوت قلبك أقى كو قبني صوت نبال الويدين والسؤال يا قيامهم waxa lagu hadlaya maanta ma waxaad cilmigiisa og tahayba maya waa madiyatu lkadib baa la wada isticmaalaya. Bi'sa madiyatu rajul, yani bi'sa madiyatu rajul buu nabigu leeyay zacamu, xadiidka abu daawuud, sunan abu daawuud ku soo aray. Qofka gaadiidkiisa waxa ugu baas badan inuu yidhaah waxaa la sheegay, waxaa la sheegay, waxaa la sheegay, zacamu waxa la isticmaalayo dhan sawaxaas maa waa madiyatu lkadib. Bi'sa madiyatu lkadib waay zacamu, zacamu waxaa la sheegay waay. Ilaahay aayaddan kale wuxuu ku leeyahay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. Maa yalfidu ma hadlo qofku min qawlin kuma hadlo ilaa ladayhi agtiisa waxaa ahaaday raqiibun catiid. Labadan garab waxaa ka saaran raqiib iyo catiid. Wixii ka soo baxay oo dhan baa la qorayaa, waa la qorayaa, dee waa lagugu xisaabinayaa qiyaamahana waa lagu soo hordhigayaa. Iqra kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba. Ma inkiraysaa adigu soomaada oranin baa lagu leeyahay hadhow. Labadii malaa'ig waa kugu markhaati kacayaan, qoraalna waa la sameeyey, maalinkaad samaysay iyo saacaddaad samaysay iyo meeshaad ku samaysay wixii oo dhan baa la qoray, yaa meesha ku qoran. Ardadii baa hadlayso, meeshaad ku samaysay dhulkii baa markhaati kacaya. Waxaasoo dhan markii ay kasoo inaad ka dooda laga yaabay xibnahaagii baa hadlay. Markaad isku daydo inaad hadal, inaad erin kirto. Alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun. Ba ilaahay xibnahaagii baa markhaati kacay. Xibnihii markay markhaati kacaan jirki intiisa kalaaba yaabayo, lisaankii baa marka doodaya. Wuxuu leeyay lima shahidtum calayna, war inkaaraha idinku dhacday, maxaad noogu markhaati kacday? Haddii waad nagu markhaati kacday, dhibaataduna wayna wada haysataa, maxaad noogu markhaati kacday? Maxay leeyihiin markaas? andaqana allaahu aladii andaqa kula shay, ilaahaygii wax walba ka hadashiyey baa naga hadashiyeen, ma nagaas celin karo? Awooddannada maaha, waan ku qasbannahay inaan hadalno. Marka xibnahaagii baa ka marqa yaa markhaati kacay. Wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam,
لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. إلهي ذكرك سوحان هينا كبذنين كلام، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله هذا الكفرد بدن وإن إلهي ذكرك سيحسك إلهينا آنا هين قسوة للقلب قلبك أنك جنيه حال الدم بقى أتصمينا يسو قلبك أقو أنك جنيه سوتو أنك جنيه وحوي دم بقى مركة أتصمينا قلبك وحاكو رحيسو نقدة سوداء نبيع مذوبة قلبك فوليس ذنبك لمرك على قشة وفولسة قلبك الذنب مذوبان يا مرك دنوتي بلط كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بإله قلبك وذي بعد دبول ما يرام بفولي وحي أي كسبنا يين ودنوب تهيد وقلبك وذي دماء بعد مرك قلبك أصبح كل نور كرا توبة إيه عبادة إيه إنا دنوب تكسر نقطة كتوبة كأنتو عبادة إيه خير كأربدسو يقلبك أقو كو إفتيما يا لكن ذنوبته هذا هذي بدت طاعة هذا يراته قلبك أنه دبل مية. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. هذا الكفر هذا بدن ذكر إلهنا هين وح خير عن هين قلبك أيو أنججنا يا. وإن أبعد الناس ذاتك متك أوقفك من الله القلب القاسي. إلهي دوان شهيسو قربك إلهي هو محي ورداه إن رديه سهشوا إلهي ورال كان نقضوا إلهي بعد كفوا جاتي هذه الولادنا وعرض إلهي زما تقف إلهي كفوا جاتي وقف إلهي وعريسيه قفك وقف إلهي وقف وقلبك أنجعن وي قلبك أنجعن وح خير ولا هين ووح خير وجلي أنجر ورجح قلبك أسوأ القلب القاسي حديثك إمام الترمذي بسنن كيس كوارني ورسول كله صلى الله عليه وسلم حديث كان كله كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله كل كلام ابن آدم كهذا الكيسودن عليه دشي سؤون عليه معنيه سحوي وذنبي بكويه ودواتهم بكويه هذا الكلام نادن كورن إلا أمر بالمعروف وناج أو أمر تمويان أو نهي عن منكر حمان إن أدري بتمويان أو ذكر الله إلهي ذكر جسمويا وحات خير ككه ليس وقوام وناج عدتك أشيكتي حمان تبات كرربتي ذكر إلهي باتكو هذا شيء بس كاس أجر باتك ليس لكن وح هذا الكلام عليه دم بيوم بالجاجة قريه حديث كإمام الترمذي باورني وحلو بهاي هي ولا ليال إنن اسمي زانو إنن اسمي زانو وحن أن سمينا إنورنا أن كهذا لين هبين يا مالن وأن لو يدينا يا وأين أن حسابنا وين نفتي ان انا نكون مشغول نوي وانا نشق كدغنين انا نقول لسان كان وحان الدنيا اخره مدنا نو انفعين ما تقول ان عرب كان نكون شيخ آفات اللسان وين اسك الى لنا عربك آفات بوليه دباتوين فرب بدن بوليه معاذ بن جبل برسولك عليه الصلاه والسلام وحكل يهود دار ميا انك لن تزال صالما ما سكت معاذ انت الامسنت هي ونبت جليس ان نبت جليس وبرته كزول ما يزيد انت الامسنت فاذا تكلمت مرك على هذا الشو كتب لك أو عليك أما وح خيرها لجوء قريك وأنفع عيو أما الدم بيبقى لجوء قريه ووحي أتكو هذا الشيء بالله فيرنا
هذا وح في عنكو هذا شيء هو خير هذا وح عنكو هذا شيء هو لقوق رياو عقبة بن عامر صحابي قال لي هذا رضي الله عنه يا رسول كوي مت مركاس وحان يربر قلت يا رسول الله من نجات محل لقونا بتقلي كرا حان كبت بادي كرا قيامة قال وحي النبي أمسك عليك لسانك عرب كاغ قبو وليسعك بيتك غرغاغ هكو واسع نقض وأبكي على خطيئتك دنبغاغ نؤوي عرب كاغ قبو اسكحف دي وناغ مؤغي حمان تكرر غرغاغ هكو واسع نقض دنبغي كاد عين كتوبت كينو اؤوي مركستو دنبغاغ لؤوي حديث إمام الطبراني يا سنن كيس كوريني آفاتك اللسانك أو فرض بدن ولا ليا وإن نسك إلى لنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قفك مسلم كوناجي سوحا كم إذا إنه ما لا يعني نسك إلى لنا وححنه هبيني دارو دلدل ينسك إلى لنا وحكى الرسول كله عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه ضدك قفك أودن بقبضن وامدك أو هذا الكبضن وح أن فائدة لله ما تركوا هذا كاس عدتك أودن بقبضن ما لا يعني جو أين أنسك إلى لنا آفات كلسانك أوليه وح أن خير أدوية من آخرة مدنا هذا كله لين وأين العرب كعك كإلى لس ورسول كليه صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله طوبى جنة لمن قف بأسغنة أمسك الفضل من لسانه عرب كيس كربي وح فضول فضول الكلام وح فإذا رهيم دن الدنيا أذكو قارين أو أنفعش خير إيه أجرنا على كهلين وحال إلى فضول الكلام مربع هذا فضول إيه إسكبرنا وأنفق الفضل من ماله مال كيسنا وبحنا يا وحي كفاية دي سحوقا كفل وحي كديرا ذا وبحنا يا قف كاسا جنة أصبناته ورسول كله عليه الصلاة والسلام كلام كان أما اللسان كآفات كيسا وحاكم إذا هذا الآد أفير سنين أو إسكار هايش يعني هذا الإسكار فضوط وآد كو كفتما يسو أما آد سيسا هلا أولا هايش يعني إبا توين كوسو جيد كارو هدو وناق يهين وحلقي أبا وحير وآد أملين إناد خير كه ليس إناد وحوين كوهش ورسول كله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة قفك وهدليا كلموك وهدليا وإله الرالكية وسأم لينين إن أنت قارس بأجر كاس إلى ذا مركاس وحقوق إلهي وحقوقريا رده سوء قريا إلى يوم القيامة رضاها إلهي بولوك يهليا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة قفك وحكوها ليا كلمة من سخط الله إله عرديسا ما يظن أن تبلغ ما بلغ ذنب جيد إنه أنت لقى أمم لينه وسكفوا ذي سنة بس إذا أبدانه هذا الآن لو في سنة أما سكفوا ذي أو كفتنيه دعاية ذي إن ذاتك لقى قصلي أو دعاية يا سكبدان فيكتب الله عليه بها سخط وعر إله عرديس أقر إلى يوم القيامة إلى قيامة عرض إله وأصعد كلمة داسة أسو جيبته وسكفضوا دي سنين إمام أحمد بحديث كسنن كيسا كورنا إمام ترمذنا وورنا آفات كاللسان كليه وحاكم المراء والجدل والخصومة قفك مركز تدود بلان هذا الكبلان مركز تإنو ضدك لدود ونجعل وحكود بقديو إلهي وحليه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا تدك وحكم ذا قف مركات أركت هذا الكيسو عجب قلنا يقول في هذا الكيسو أهد ليه يسيد أوحسوك توسين الدنيا ذا ويشهد الله على ما في قلبه
قلبك سنة إنه وحونا كجلو إلهي مرخاتك لنا يا وهو ألد الخصام وامد دوت بدن مدح عدك بإلهي لي. وإذا تولى مركو جيست سعى في الأرض ليفسد فيها مركو جيستنا فساد أمو كشغينا يا روك أدتك فتنة إيه وحسكو درك إيه لبعطنا مركز تبا كشغينا يا لولك إنه فسادي وكشغينا يا ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فساد كإله الرالي كما رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم رجع متك اللوغو عرب بنيها إلهي حقي سلوغو نعبيها ومتك مدح أدق دوضة بضل قفك أنا وحبال لقد أدعين كنوي دوضة بضل أن قرابين وحكا سعدي الله شاو إمام بخاري بحديث كورني ورسولك عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا وحن أبلن قاديا أنا زعيم وحن كفيل كأهي أبلن قاديا ببيت في ربض الجنة بيت قري قروح بدن وجنة نحن يدكو يا لمن ترك المراء ننكي دودة إساقتك وإن كان محقا حق بها كود دودة ننكي دودة إسكا إلالي أنا قري جنة نحن يدكو يا أبلن قادي برسولك عليه الصلاة دود ما في عنه مرنك ما في عنه مركز تينا نين مجادلة بدن تهاي ما في عنه حتى حقه دود يس حتى مرنك ما في عنه دود فرض بدن ما في عنه أبو داود بحديث كسونا كيس كورني لسان كآفات كيس وحكم ذا يوح يالها قف كهلاقي الفحش والصب واللعن وبداء اللسان قف إنه عيب بدنية إنه اللعند بدنية دتك اللعندية هذا الكحون كما في رسالة بداء اللسان وعرب حوية وحي عرب كيسا كسو دعابه وسكا شغي عرب كاكو حون إنا تكا إلى لسالة الدنيا وحو الرسول كله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدي قفك مؤمن كام ماءها إيمان كصفات كيسو ماءها بالطعان متك داتك الدروة قفك محبوك شغي يا واساس كان واساس بولي قفك استهو الدرية صفات الإيمان كما هي نادت كدرتون ولا اللعان متك اللعنة دبدنا ماها دتك اللعنة ديا ولا الفاحش ولا البذي متك فاحش كو هذا الكحن ماها هذا الحن أمبو كو هذا دتك وحا أبشر بدن بالي نينك دتك كتنا ورسنا يان اتقاء فحشي وانك هنقول هذا بلاي وكو هذا يان وعفي عن ماها هديب الله تابتو وحي أفكي سكو صوقب تبو وكو هذا يان تواحس إيمان ما هو إن عرب كاجا كإلى لسوي وحيال عنهم كاو وحوى ناقصن كهذا عود لسانك على الخير عرب كاجا خير كأو عادي الوحوى ناقصن كهذا حديث كمسلم يبق إمام أحمد باسون كيس كورني وحو الرسول كله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قف كمسلم كعيدي سوى فاسق نمو دقال كيسة يدل كيسة وما قال لهم قف مسلم هذا اسكا عايدة ودوح كشيك تفاسق بعد دقونيسة فاسق يعني وحقات قشب وملي قف هدو فاسق هدو نقضه وقف إلهي إذا عادي سكبحي ودي وحبا أن لقي قبنيني ويا فاسق خارج عن داعة الله مالك فاسق بعد كل نقونيسة تتك عايدة قف مسلم كأهض عايدة مالك سادو حكا شيكيسة فاسق بعد كل نقونيسة وفسق وي وقتاله كفر تقال كيسونا وقال لهم حديث بخاري مسلم باورني وحو رسول كله عليه الصلاة والسلام لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك قف قف كمقال مسلم بالفسق أو بالكفر قف قالوا لي فاسق بات أما يا فاسق بكير أما قال لي مكوكا وحير قال باته يا كافر إلا ارتدت عليه أصدق يكون صلى الله عليه وسلم هذا الكائر يكون صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صاحبه كذلك قفك هدون قال هين أمو فاسق هين وقفك ونكسنه إياه هذا الكأسه وما يكون صنعون سوك صنعونه حديث كما بخاري باورني وخطر مرك قف وحونا هين هتكشي يجيس إلهي وحوليه سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات رجع مؤمنين تا يدمر كمؤمنات كقبلها مؤمنات كقوة نبي بغير ما اكتسبوا وح أين كسبنين والدم بيه كرك كساري حمام بيكو شيء جيا قلب ويلي كان هبل ويلي وح والبكر كساري بغير ما اكتسبوا وح أين كسبنين بيكو طريا. فقد احتملوا بهتانا كوا وحيحهم بارين بهتان بين أبو رشو بهتان وحلنا أنجيكسار أنجيكسار معناه هذا وحوي وحد بركة هاي وكرك لقى سارة اللي هو النبي والنبي. فقد احتملوا وحيحهم بارين بهتانا نبيه هي أنجيكسار وي هي وإثم ذنب عظيما وين وفقوحوا بركة هي دوشة كسارته حمام بو قفكي كو شيغيا وحول بو افكي سو قبتو قفكو كو شيغيا اسغي كو سو لابان حساب عيلي كلمهن كفرغا واخ سهلن ما قال نمد فسقي كو واخ سهلن ما قفكن مركات كو تورتو قفكي بي ادي حساب عليه حدو قفكو اسغي او ساهين سمد حقي دي ادي البابها سمد ودن با لغا سو خريا حدنا حق دولك ادي البابها لغا سو خرينيا قفكي اي كتميد بي كو لابان حساب كلمه أسأل الدين تكاك بحي أسأل فاسق كل نغني لسانك آفات كيسا وحاكم مدى مركز طبع إنا دسك إلا لسلوبة هي السخرية والاستهزاء هي وتنابز بالألقاء جاس جاس كإنا جاتك كو جاس جاس هي إنا دتك أفان تسخرية فان التنابز بالألقاب نانا يستحنت أي مقعيها هن حن إن هذا كوي يرت مركز قف لك مقع أبو بحني ضد وحاب الجرب أيه وعيب بدنه قف كل أركب أيه ومقع أبو بحني يبل وعسى ليرة يبل وعسى لي مقع حن بكو شيء قف كل أرك سقى بنانا يستبحيا ب يمقع حن قال كفارت سقى بعيد ولا تنابزوا بالألقاب سوى الله مر سقى بحني يبل وحي وحرام ويحس إلهي وحوليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وردتك مؤمنين تو إيمانك لهم لا يسخر قوم من قوم قوم يس قوم ككلكو جيس عسى أن يكونوا خيرا منهم كون جيس جيس وحلق يابا كو أي كو جيس يابا إنك خير بذل كو كو جيس يابا خير بذل قفك خير بذل بلق يابا إنك كو جيس إلهي أكدي سبك آقا خير بذل خير بدني دو سيدا أديك أسمى ملايين يسمى وحل وخير بدني وامع واتقوى ذي عبادة سمى إن أكرمكم عند الله أتقاكم تقفكم إنه وكات تقسين يهاي وكات لعبد كاونك إله اكتسى كاقا ونكسين يهاي أديك أنا وكو جاجة سيسا وحسلم سمى ملايين يسمى كفي عنك ولا نساء من نساء هوين يسا هوين كالكو جاجة سيسا عسى أن يكون خيرا منهن كو لغو جاجة سيسا قبلها لغو جاجة سيسا إنه خير بدين باب لغي يابا كون كله هذا الكبدين عرب كدير إسفانين هي بلاية ذا وابلغ خير بني ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب نفتينا هلاقينا ها عيبيننا ولا تنابزوا بالألقاب نانا يستحن يا يسوي يرنا قفكوا وفي عن متغالب dadku inay ku jiclaadaan hada doonayso waxaal raba bi ahab al asma magaca ugu fiican ee ugu yeerta dadka adigu waa jacaysay magaca fiican ugu yeeray magaca wanaagsan in ugu yeeray adigu waa jacaysay dadka magaca fiican ugu yeer laakiin naanaysta ugu yeeran dadka naanaysta wax fiican ma hal mar un bay banaanaan kartaa naanaysto qofka hadaan ba la garanayn إننا نست لغو شهق موغي ما بلا قرنائي مركا كليا لغو أوغلي واتكو تعريفي نيسا دي هبل هداتر هبل هبل هداتر ما انتو اللي هذا لما قرنائي ما قعيك لالك هدات شكتا ولا قرن سو ما نيو البو يغاني مركا سوا لغو أوغلي واكو شهق دا بس لغو أوغلي لكن مركا استبا إننا نست أتكا نكتو ما بئس الاسم الفسوق با إلهي بئس الاسم الفسوق مقع وحاباس للغو فاسقو بعد الإيمان فاسق ما تكون نقول إنسان مقع حنون هذا دادتك ويرت
ومن لم يتب قفك أن توبتك كو أن دنوبتا كسو نقول فأولئك هم الظالمون بإلهي والظالمين رسولك نوحي إليه صلى الله عليه وسلم حديثك إمام مسلم صحيح زكورني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قفك مسلم كا وحاب الدم بأقفلا ولا الكيس مسلم كا إنو حقره انت أباك أقفلا كاسمحوا يا هذا ترى انت سبب الدم بأقفلا قفك وقفك لم يده محاضو كلا محاضو حق ريسا لما أنت آدم بعيد نليب رسول كله عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب آدم نعرض على أبوره لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى لما أنت آدم أولادي سباتين آدم نقولك على أبوري عرض على أبوري ترابك متك عربت عد كم فضل بدنانك رمتك عجمي جيه مدو أفريكانك إلا بالتقوى عبسيد إلهي ميان عبسيد إلهي مبالوك لا فضل بدنانك إن أكرمكم عند الله أتقاكم كإن كو كرام بدن إلهي أتيس واتق يعني وكإن كو تقسمون تقوى دول حسب كلام مجره نسب كلام مجره شرف كلام مجرته شرفته إيا نسبك وتقوى دول فإذا نفق في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بإلهي مركي سور كالله فقيامه دعو فلا أنساب بينهم نسب مجرت يا ريهبل مجرت مركز وانا نسرعنا بل سكتنا عمرنا أو ريهبل مجرت مجرت فلا أنساب بينهم نسب مجر ولا يتساءلون اسمنا ويدين يام وحل اسم ويدين وامح فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ننك عمل كيسا مركي لم يزام حسنة ديسا يوانا قيسوا أي عصلاته فأولئك هم المفلحون ومن خفض موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كوا ميزان كوا نسقامين وكوا عن أملين يعني مقعا إيا وحن لشيقا إيا قبيلك إيا وحن إلا أرديان أملين ملقين نفطه دي بي خساري في جهنم خالدون بإلي نارت جهنم يكواري وحن ملكو قين إنها كل قئن إن أدوح كل قريس أنا هي سمى لين وحما متيت وح أدوح كتاي وإيمان كي عمل كصالحة تاس وإن أدعي اعتقادي سوي لسان كآفات كي سوحا كم إذا وإن أتكفق أدوسك إلى لسا لدوني مركزته الكذب بانت وهو جماع كل شر وأصل كل دم حمان ورنان إيا الشر ورنان بنتا كين يسوي قفكم مرهدو بيانالية وح شر وكم غنب ملك شر ورنان ما يسوي ما نسو إلهي وحولي سبحانه وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنما يفتر الكذب بنت وح أبورتو اسكلي ماذا جيب كوضا كلا إيماني الذين لا يؤمنون بآيات الله كو أن إيمان كلاهين وآيات كلاه رمين وأولئك هم الكاذبون وبين الله يلبى إلهي ركواس وكو بنت بدل إلهي وحولي سبحانه وتعالى سوى بنت عاية هنت وناك يدن نوشيغي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أردتك مؤمنين تو إيمان كلاهو اتقوا الله إلهي كبغى وكونوا مع الصادقين دتك رنت شيغي يا معوض النقل رنت كود دال وبنت اسك إلال وحو رسول كله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق والرنت كود دال رنت كود دال فإن الصدق يهدي إلى البر رنت وحكوها نونينيا دار رنت كود داش رنت وحيكو قارسيني سابرغة وناق يا طاعة يا خير كيكو قارسينس وإن البر يهدي إلى الجنة بر يا خير كهدا كود داشنا جنة كقارس وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا قفك رنت كود دالية رنبو شيغيا إلى إلهي أكتي صلى الله عليه وسلم صديق رنبضنا دبيعي أقول نقول نساب رنت وإياكم والكذب
أدنك إيا وحن أكل دقا يا بيم بو النبي عليه الصلاة والسلام بيم تأسك إلى علي فإن الكذب يهدي إلى الفجور بيم تو وحي كو قارسين إسا كوها نون إسا فاجر نمو فجور إلهي دا عادي سادو قبح إسا فاجر بو قفك كون نغني يقفك بيانا لها وإن الفجور يهدي إلى النار قفكو هدو فاجر نغضو فجور إلهي دا عادي سكفو قادر نارتو أمبو أسعلا دي نارتو قليا وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا قفكو بينبو شيغي حدنا بينبو شيغي بينتي بو وضي حتى يكتب عند الله كذابا إلهي أكدي سبين على الله قرر حديث بخاري مسلم باورني صحيح وذكوري أبينك رسولك اللي دلمي عليه الصلاة والسلام حديث كما بخاري وورني حياله عجائب تقول لك كل ما حكم ذا وحو أركن سدى لو سيحي متك لا كرتا بر سدى أسوق الله عنه أفبض مكرك سلا تاجي لنا عنه كجلنا يا مركز هالك قدرات كجيني أفكو هالك أنتو كجلي هالك جيني سنك هذنا كجلنا يا ماشى سو جيني إيشو كجلنا يا مركز هذنا هالك جيني صدق هذا مركو جاه يودنا عكلا أول رجيا سيد بويلا يا صدق هذا لنا عكلا أنتو كم مغنا لنا عواسو بكسون يا هذا سيد بكسون غني hadana uu ku laabanayo sidii uu yeelay markuu dhinacan sameeyay ba dhinac kala noqonay dhinacan inta ku maqan dhinac kala noqonay warkan wuxuu ahaa jibriilo san la yeelay wuxuu leeyo midkan waa qofka beenta sheego been buu sheegaya beenti uu sheegay baa laga qaadaya markaas afarta barjah la kala hadlay hebel bayiri ma dhina daa tagta hata kama taba tagaysa martaba tagtay beenti tagtay hadda meeshan ugu sheegtay هذا هو باتر مدهن كي هو ضد بؤسي شيء قف استيت كلا جو تلفون ودروا حول الهم الباساسي يا سوء علم يا تاس كينا انت سقف بؤسي شيء يا تبين تادي وبل سيف عفني سيدا وبل لو جه حيا قف بنت وحنوي ورسولك عليه الصلاة والسلام كتل ما إن إنا علامة النفاق آية المنافق ثلاثة منافقة على مدى اللقوة قرط رسولك عليه الصلاة والسلام ليه صدح وي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاسم فجر وفي الرواية أربعة علامة منافق وأفا وإذا أتوا من خانة منافقة علامات كاللقوة قرط وأفر حدو كوشا كان يبين بكوشا هذه نقف قوة أميزنت إني واحد رم كوسة ما لنسا ما أنت ولا واتك ور بريسا وح أكوسة حياة وابن جيب جيزة ما أدرى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف هدو وحبان سمينا يا يرادة وحبان بحنا يا هدو يرادة وكب حياة وإذا أتوا من خانة هدي لا آمنوا وحلو ديبتنا وخيانة يا وإذا خاصم فجرا هذا قف إسقابتان نمركو دودي إلهي مكفقاني وحقو صلاحين يوحو سقفك كالاتهن بينو رم بسوكيني فجور بسميني وإذا خاسم فجر وحاكم ذا آفاتك اللسانك عربك آفدي سو حاكم ذا المزاح كفتن كفرد بدن كفتن كفرد بدن دم بيبكور ذي رسولك عليه الصلاة والسلام وكفتم الجري ولكن ولا ينطق إلا حق إلا صدقا رون بونا بكو كفتم الجري لو مركو كفتم أي رون بكو كفتم الجري هذا كفتم أي سواح ونعكسين إنكو كفتم تال رمامو قال كفتن كماها إنو بنتو كوبا نيني قف كوحو ربو شيغي قف كيبو عايي حتى لو بحاجة عايز هدينا قفكو كفر ما ذو حلوان كله كفتم يمحى خناقسة ده كفتن كلبو شيء اللي مكتوب عائلة فرسمين إيه وعي أنك حناق ما اللي قلي واحد كستنا ولا غورنا يا سبحان واحد كستوا حمانا اللي قبو شيء إيه ما نك حناق قرتوا حلو له وكفتم إيه ندي ده نك كفتم ما يقان له هذا ودك ما قبو زوجي سنة توا خلط رسولك عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا وكفتم جري لكن وحن رونه يقول ما كفتم جري يا ذا العينين
midka labada indhood uu saaxiib go'o yaadal udunayn islaam baa u timid nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkeedii bay ka waranta ninkii saas ahayo kaasuu alladii fii caynayhi albayaad kii labadiisa indhood cadiinka lahaayeen soo maad markaasay tiri maya ninkii waxay u malaysay inuuba indhaha la'ayo uu il cad yahay waa sifo ayna u malaynayni markaasay tiri maya wayaad way soo laabatayo markaasa ninkeeda kusoo maxay tahay wax aada ku ogeyn buu ninkaa ku qabaasho weligama baad adag ninkii bay dhowrisa ugu dhaqaaday kaasuu maxaa dhacay maxaasa ay ugu dhowraysa dee rasuulku saasuu ku yidhi alladii fii caynayhi albayaad macadiin baad indhaha ku leedahay tusfal indhahaaga indhaha waad ballaadahay miya ma ku ogibe maya wuxuu yihi rasuulku uu kaftamayaa wax cadiinka uu sheegay ishiis oo meel madow iyo meel cad ma leh cadiinka uu sheegay waa cadiinkan caadiga isha ku yaalla wa maamadoo waayeelaha nabiga u timid warkaas rasuulka ilaahay ii duceeyo in ilaahay jannada ay geliyo rasuulku wuxuu ku yidhi cajuuse janno ma gasho way naxday bay islaantay markuu arkay inay argagaxsan tahay oo rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ayada inay marba hadday waayeel noqoto inay jannaba gelayna bay u qaadatay sidaa maaha adigoo da'dan la eg oo intaada la eg oo sidan u duqa janno ma gelaysid way macnaha soo maada maqal ilaahay inuu leeyahay innaa anshanahunna inshaan fajacalnaahunna abkaara gabdhaha ehlu jannaadka abuur dambaan u cebinayna waan abuurayna fajacalnahu abkaaran kuwa yar yaroho bikaaro oho baan ka dhigaynaa ehlu jannaha kulligood waa 33 jir markaasay islaantii kurbadii ka degtay marka hore way naxdayba waxay u malaysay waayeel inay janno gelayna bay u malaysay wey marka rasuulku calayhi salaam uu kaftami jiray laakiin walaa yaquulu ilaa xaqan xaq waxaanayn kuma kaftami jiray kaftankaagu inuu xaq noqdaa la doonayaa wax xun inaad ku kaftanta maaha wey waxaa ka mid ah aafaadka lisaanka inaad iska ilaalisa la doonaya alghiiba xanta wa hiya khislatun damiima waa khislada ugu xun wey markuu rasuulku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah xanta maxaa la yidhahda walaalkaa inaad ku sheegto wuxuuna raalli ka ahayn wuxuuse raalli ka inaad walaalkaa ku sheegto wey ama ha ku maqlayo ama xataa wax aad sheegaysa haba ku sugnaado hadduu leeyahay xataa sifo uu leeyahay haddaad ku sheegayso maanaa anigu xamanaya waaba runtay buu leeyahy qof wuuba yahay sidaasa maanaa xamanaya ama wuxuu ku leeyay hortiisaan kaa dhahayaaba maanaa xamanaya maya hadduun marba raalli ka ahayn waa xan maradaadaa xun waa xan gaarigaagaa xun waa xan hadduusa raalli ka ahayn dameerkaagaa xun waa xan lama ogolo wax alla wuxuuse qofku raalli ka ahayn xan wey dikruka akhaaka bimaa yakrah xaaraam weeye xantu waa liqowlihi tacaala walaa yaqtab bacdukum bacdan an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh baa ilaahay walaa yaqtab bacdukum bacdan barkiin barka kale yuusa xamanin ha isxamanina an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan axad adinka idinka mida ma jecelya walaalkii hilibkiisa isagoo mayda inuu cuno qof bini aadan hilibkiisa ma cuni kartaa isagoo nool baada u dhawaan kara isagoo mayda maxaad u maleyn fakarihtumuuhu baa ilaahay waad nacaysaan qof mayda hilibkiisa ma cuni kartid adoo hilibkiisa cunayaa la mitaa waad cunaysaa hadde qofka xanta waxun way walaale qofku maantoo dhan hadduu daaqayo dadka hilibkooda daaqaya maxaad u maleyn dadka ceebahooda unbuu sheegaya maantoo dhan dadka unbuu ku maqan yahay imaam shaafici wuxuu yidhi lisaanuka laa tadkur bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunun lisaanuka carabkaaga laa tadkur bihi cawrata mri'in qof muslima cawradiisa ha ku sheegay xumaantiisa ha ku sheegay fakulluka cawraat adiga dhammaantaa ceeb socotaad adiga haddii lagugu laabtaad kulli ceeb baa kaa buuxay walinnaasi alsunun dadkuna carab bay leeyihin haddaad dadka ceebahooda dayn weyda adiguna ceebtaada waa banaan kala soo dhigay xaqiiqo wey laakiin adigu haddaada dadka waxba ka sheegin cidna adiga wax kaa sheegi mayso احفظ لسانك أيها الإنسان لا يدلغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان تهاب لقاءه شجعان احفظ لسانك عربك حفظ أيها الإنسان لا يدلغنك يوسك قنين عربك يوسك قنين فإنه ثعبان مسوي عربك مسوي يوسك قنين هلق عربك اسكيلال
كم في المقابر من قتيل لسانه انت يبو قبر كجيران ان عرب كيسا ايضا يقول انت عرب كاقا هدي لقى الرعب بلا يو كان تهاب لقاءه شجعان نين مركي ليسكي ليسكي ما ذو شرك لفريستا اما الله وذا حضل ينين لقى عبسان جيري انت يبو عرب كيسا ايضا يقول انت تتك لسان كودو خطرت يهودن عرب كيسا سي ايضا لسان كاقا اسكي الالي لغمان حكيم يلقي زوحكو يحفظ لسانك في مجالس الناس عرب كاغا حفظي مركا دتك اللي جوكت نين اسكا حد لون هنقون وحول بدتك هو قهر مرن دتك وحول بها يعني لسان كاغا حفظي وانا قمو يعني وحك العرب كاغا كحفظي احفظ لسانك أن تقول فتبتلى بيقول شاعر كاكا احفظ لسانك عربك أجا كحفدي أن تقول إن اعتراضه هذا اللي أنت تقول قوسه فتبتلى لجوء انتحام إن البلاء موكل بالمنطق بلا يده وحلو وكاش هذا الآتري بلقي أبا إنه بلا يسا وكوج نقط عربك أجا كحفدي وهو رسول كلية عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن باللسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه ضدك عربك إيمانك كقاتير أفك أمي كرمي توحيدك أمي أفك كشيك ولم يدخل الإيمان في قلبه قلبك إيسا إيمانك ما قلن هو أون قلبك إيمانك قلن لا تقتابوا المسلمين مسلمين تحمنين ولا تتبعوا عوراته مسلمين تعورضوا ذا الراعين حمانتون الرادينين فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ننكي قفك مسلم كولاش يسع ولا الكيس عيبتي سر الرادي إلهي بعيبتي سر الراعي حتى يفضحه في بيتي قرق سدح ديسا إلهي كعيبيني حمانت ددك الرادين حمانت هذا كو مشغول لسانك وحاكم إذا آفات كيسا إنا تكا إلا لسل الدوني مركز تعزك دورته النميمة تتكا إنا سكو در درتول وهي نقل كلام يعني نقل الكلام بين الناس على وجه على جهة الإفساد تتكا إنا هذا الكوكا القادة ويهذا سكو در أي أصفح نوي وريد بن مغيرة إلهي مركو تلمامي محوير هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم هماز مشاء بنميم متحمبضا اسكو دردر كان أسع شمبضا ندتك اسكو دردر كاس مرنا بها داعي ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير وهو رسول كليه صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العد هي النميمة القالة بين الناس ألا أنبئكم ما يدين شيئا ما العد هي النميمة عده قوامحي النميمة اسكو دردر كوي القالة بين الناس دتك كلفوغين دتك نحن وضع عرد نقس دتك اسكو فيعنا أو اسكو متك أها نحن وضع حكور ديسا عرد يا عقدد يا علادو ما هي لفساد ذات البين ذاتك الله يسكت دره لحدود فتنة الله قسم أيه أنت بدنا لسان كاكينة يا فتنة سوما هذا اللي كذاتك الله كلا قاد قفك وح الله شيء وقفك أنا وح الله شيء فساد فإن فساد فإن فساد ذات البين هي الحالقة ذاتك لحدود فتنة الله قسم أيه إن هي ويل كيسبة سكدرت إن يحاس كيسي باس قدرت لما وضع نلتاس قدرت لما صاحي باس قدرت لما قبيل باس قدرت لما فميل باس قدرت فساد ذات البين هي الحالقة ومد حير يسون نبي رواي حير يسون لا أقول تحلق شعر ولكن تحلق دين أنا أقول له ما يتم يحير يسون تم الله حير نم له ولكن تحلق دين دين تحير يسون قف قد فدنا لكشق يوضتك اسكدر مركز تفنه ريه
دين الآن ويسون إيمان الآن بكون عايز قفاس وح إيمانه أولي هاي مجد قفك مركو نميمة وركو كان وقفك لور وكاكس وقال وحال لقاء دونية هذا الكيس إن هذا الرومين مركا كوبات لأنه فاسق وي قفك دادك وركا أكلق هذا وفاسق إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذي الوجهين برسولك عليه الصلاة والسلام دادك وحا أوشر بدن قيامها إلهي أدي سمتك لبوجي لها يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قلد نسيب كل صعدة قلد نسيب كل صعدة هذه مركو كل صعدة نسكولك يجي صحيح وكادك يا شيكاد وكاقر يا وحي الله وحد إذا نحمر ونن مقارن يا حق وقيني كاس نساس كلهم بلا صعدة وهذا الوجه هذا بودتك وقوبة ذيك مركو كوبات مركو كوشي ورك أوكوس وقال هرت مرك كوبات هرميسان إلا أنه فاسق وهي فاسقنا وركي سلام الرميس مرك اللبات كرب وحات رانية وحد الكأدي شيء جيس يسكناف فأي كين إنه وحمر دم مرك صدحات إلهي درتي أنع نكاس إسكبنا محيلا دتك وهدو حمانت أكل قاد قاد نعكاس بلا يكشق يا هذا نور بكاء قاضية مرك أفراد walaal kaaga maqan ay xumaanta lagaaga soo sheegay adu waxba aad ku ogeyn ninkan u baa balaay kaaga sheegmaad waxa uu kuma ogeyn markii hore saaxiib ku waasuma xumaan haa u maleeyin ila aad asaga wax ku aragto hadalkiisii dhan haa ugu qaadin dhan xun haa ugu qaadin xayli ninka shala saaxiib ka ahayd maanta wuxuu walba la taa war maxaa dhacay waan ku ogeyn waxa aad sameeyneys tuug aan laga tuugsanay baa balaay war wax hor wax maxaa dhacay ninkana waa baskil ilaah ila kana balaay ku sameeyay walaal kaaga maqan ay qaayib ka awl caadiga ku aha xumaan haa u maleeyin midashana tajassus yun kugu xumbaarin oo markii qofki wax lagaaga sheego inaad hadda baarbaarto oo ceebihiisa raadiso iyo kugu kalifi sifada lixaad waxa weeye inaad uga raalli noqonin way naftaada waxaad asaga ka nahaysa asaga waxaad tiri soomaaha war waxaan dadka warka loo kala qaado ma fiicna iska daa adigu marka iska ilaali sifada waa sifo xun saasaa lagaa doonaya markii war lagu soo qaado waxaa la yidhi man nama minka nama ilayka man nama ilayka nama minka ninki adiga war kuu soo qaado jaajuus kuu soo noqdo adna warka wuu kaa qaadayaa adiga keligaa kuuma shaqeeya moogta adu maada qoranay lacag maa siisid soo ma bilaash buu warku ugu keenaa soo ma bilaash buu warkaaga qaadayaa adiga ya ha u malayn inuu ixsaan kuu samaynay xale ninkan dabeecaddiisaba iyo shaqadiisaba inuu warka qaado wey warku raraab asa wax kaloo intaasuu ka beec mushtiraa shaydaankii baa soo rartay nin salafu saalixi ka mid a yaa nin u imaado wuxuu yidhi hebel baa sidaa kulaha markaas wuxuu ku yidhi shaydaanku ma waayo boosto kaloo uu warqadda ku dirsado aduu boostaala kaa dhigtay soo ma shaydaanka boostadiisii baa tay ordi dhaaf waxbaahiisoo sheegay saasaa la doonaya lisaankaaga waa inaad ka ilaalisa aafaadkiisa waxaa ka mid a ifshaau sirri wixii laguu siraystay inaada sheegin way faafinin qofku hadduu ku yidhahdo waxaan waa sir wey u xifdi adigu ha ka sheegin soo waa sir kumuu dhihnaa asagu ha iska faafiya laakiin adigu waxba ha ka faafin wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam idaa taxadatha arrajulu ninku hadduu kuu sheekeeyo bilxadiidi sheeko uma iltafata uu dhinacyaha iska fiiriyo فهي أمانة وأمانة إسك إلال مركو كو شيغي هدو لغدا دنع فيري وإذا هذا البنك كو شيغي كعانتو كو قبت حقو كولتك حقي حقو إسك فيري سوما وحو أمانة هكا شيغي مون كو عبسنا يا بسمار إنه لغا مقلوك يا بيا مركا أدو هكا شيغي مون أبو داود بحديث كو ورنية سنن كيسا كو ورنية قفك مسلم كأوحى لدوني إنو سرت حفظيو وقفك ولالكي سك المسلم كأون سرت كفا في نوى وذكتهن عديت وحكوسه أررتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل ليس حفصة مركي نقطي نك يدي بعد نتي جروب بين نقطي يوحو أبن رجيس أبو بكر أبو بكرو gabadheeda xabsaan kuu guurinaya haddaad rabto shibuu ka yidhi abubakar jawaab uma celin hayana ma dhihin mayana ma dhihin aad baan ugu xumaaday buu sayid cusmaan buu haddana u bandhigay waan ka soo fiirsanayaa buuri sayid cusmaan
maalmo markuu joogo kadib uu yimid oo wuxuu yiri hadda yani waxaan go'aansaday hadda waqtigan inaan guursan karin okay si Cusmaan marka uuba u jawaabay marka horena waan ka soo fiirsan buu yiri marka dambana uu u jawaabay Soomaa laakiin sida Abu Bakar shibuu ka yahay waan rabaana ma dhin mayna ma dhin si Abu Bakar ma igu darnaa buu yiri aamuska uu aamusan yahay ay gabadhaydu waan ku ikraama waan ku siinayaa maan ku yiri markaasuna jawaabiisu cel maalmo markay ka soo wareegda nabiga gabadha soo doona calayhi salaatu xabsa bint cumar zawjada nabiga maya calayhi salaatu nabiga abiir gabadhii waan rabaa waa lagu nikax mar alla markii uu nabigu gabadhiisa u warsaday ee gabadhii la siiyey ayuu si Abu Bakar u yimid cumar cumarow markaad gabadha xabsa ii soo bandhigtay inaad waad ii carar oon kula hadli waaye jawaab kuu celin waaye waad ii xumaataan u malaynay waxaan kugu xumaan waaye burde wax jawaabood ii celisay uma lahe waxa igu kallifay mid qaana oon kugu jawaabi waaye gabadha waxaan ogaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sheegay uu ii sheegay wuxuu yidhi gabadhaasaan rabaa xabsa si Abu Bakar de ummadankii u kheyr badnaabu ahaaye kuu ku siraystay rasuulku wuxuu yidhi xabsaan doonaya inaan cumar warsado marka waxaan diidayay buu yidhi inaan sirta nabiga sheego oon ku yidhaahdo war gabadha nabigaa doonaya ninna ma ku sii ahaa dhihina shib ahow inaan haddaan idhaahdo sirta nabiga inaan faafiyaan ka cabsanay haddaan mar bas weeye gabadha ku idhaahdana waxaan ka yaabay rasuulku inuu gabadha ka baxo hadduu ka noqdo uu yidhaahdo waa iga bas inaan ku warsadaan rabay marka waxaan kuugu jawaaban garan waaye buu yidhi ya haddaan sheegana sirta nabiga inaan sheegaan diiday maya gabadhii waa iga basna waan dhihi waayo hadduu rasuulku ka baxo gabadha sid cumar uu dhalay inaan daayo ma rabin inaan ugu warsadaan doonay saasaa igu kalliftay buri aamuska sirta say u xifidanayaan feer xataa kumuu siraysana war gabadha rasuulkaa sheegayay aamusna xataa sir uma dhihin inuu rasuulka sirtiisu sheegu diidaya calayhi salaatu wasalaam sirta inaad xifdiso ku dadaasha carabka lisaanka aafaadkiisa waxaa ka mid a qofku inuu iska xifdiyo la doonayo shahaadatu zuur markhaati been abuur wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idiin sheegaa dembiga ka ugu weyn saddex goor buu ku celiyey alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuul allah noo sheeg rasuulka ilaahay qaala wuxuu nabigu alishraaku billah ilaahay oo loo sharigiyeeno gaalnimo wa cuquuqul waalideyn labadii waalid oo caaq lagu noqo labadaas sifo markuu sheegay wa jalasa nabigu wuu soo fadhiistay wa kaana mutakian saasuu u jiifay wuu soo fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuur iyo markhaati beena alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur ilaa aan rasuulka dhihi calayhi salaatu wasalaam waan ogaanay markhaati beenaaluhu waan ogaanay inuu wax xun yahay mar un rasuulka muu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam wuu ku celceliyaa nabigu markhaati been ah shahaadatu zuur waxaada ogeyn inaad ka markhaati kacdoo been ah xadiidka muslim bukhaari baa warinay cibaaduraxmaan ilaahay markuu tilmaamayay sifaatka ilaahay uu ku tilmaamay waxaa ka mid a waladiina laa yashhaduuna zuur waa kuwa aan beenta ka markhaati kicin addoommaha ilaahay ee wan wanaagsan wey sifaad ka wanaagsan baa la rabaa inaad ku dadaasho lisaankaaga inaad ka ilaalisaa la doonayo aafaadkiisa waxaa ka mid a alqadaf inaad dadka qadafto qadafka waa maxay waa cayda xun wey cay xun inaad dadka tiraahdo qadaf dembi bay ku keenay yacni xad baa lagugu yeelanayaa qofka wax ku cafinayana ma jiro ilaahay wuxuu leeyahy ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi dunya waalaakhirati walahum cadaabun cadiim ina aladiina kuwa yarmuuna almuxsanaat gabdhaha dhowrsoon wax ka sheegayay gabadh dhowrsoon oon xumaan balahayn alghaafilaat xumaantaba hilmaansan oo weligeed xumaan arag iyo xumaan ku sheegaya qadaf waxaa la yidhahdaa qofka zina lagu sheego zaani baa tahay la yidhahda kuwa gabdhaha wan wanaagsan qadfayo ee mu'minaadka ragga wan wanaagsan oo dhowrsoonna waa la mid kuwa qadfayo xumaanta ku sheegayo lucinuu fi dunyaa waalaakhira adduun iyo aakharaba waa la lacnaday baa ilaahay lacnad baa ku dhacday kuwaas walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiim cadaab aad u weyn bay leeyihiin baa ilaahay leeyahy rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man qaala fii mu'minin maa laysa fiihi qof mu'mina qofkii ku sheego maa laysa fiihi wuxuusan ahayn askanahu allaahu radqata alkhabaal xataa yakhruja mima qaal walaysa bikhaarij
قف مؤمنا دنبي أصلهين وحمانا قفك كشيغ إلهي وحو قليا وكورا بنيا ردقة الخبال ومحي وأهل النار كعرون كوضوة ذاتك أهل النار كملكي لعذابه وصغد إي عرون ككبحة يكتاس إلهي ورابنيا إله الدنبي قاس كبحة مانا كبحة يولي بس إمام أحمد بحديد كسنن كيسا كوريني ذاتك يعني قدف كسمين أيو وقف الزنا ده كل شيء غي قهب الواح حمان لو قف وزاني كان واساس أرنية شرع الإسلام هو حكومة جبنا يا سديت كرباش إن لقو رفت إلى وقفك كعفية ميان سديت كرباش إن لقو رفت يشرع حكومة جبنا وح مرخاتي أو هتقل إنسان مال مرخاتنا ما قال قفكاس لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كوادتك ونواناكسن حمانت كشيغي الزند كشيغي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفر قف ومرخانين أو مرخاتين أنكيرين قف كانوا حمان بصمينية مرخاتين أو مهي فاجلدوهم 80 جلدة سيديتا كرباش كون نفتا إلهي ولا تقبلوا لهم شهادة وحمر خاتي أنا هكا أقبلن أبدا ولين مرخاتي ما قالك أصلا فاسق بالنقضيه حد أسأنا لقوه فينا يقف كأنه كعفية مياني سديت كرباش بالقوة قرفنا مرك هذا الكم فدود ولا إسكورنا يوح فدود ما هو وحكم إذا آفد اللسان كأوليه هنا عرب كإلى لسل دون يو اليمين الكاذب الدار تبنتا وحبا لقوه يدينا يا حكم بال وحبا لقفسنا يا مركز الدار بينك ودارنا يا وحرسول كله صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قفكي دارته قف مسلما مالك سكو دارته بغير حق وحبيس كو قبصدين بركاسو دار بينكو دارته لقي الله وهو عليه غضبان إلهي وحو قيامها لكل ما يا إلهي هو عريس إلهي هو عريس بالغور كينيا لقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة كوا دارنا يو عهد إلهي ثمنا قليلا كو قادنا إلهي نارتيسي مقع إلهي بي وحي كو قادنا يان وحير دار بينو دارنا وكو آخر عن نصيب كلهم بي إلهي والعذاب يا كواس ورسول كله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وعقول يا من اقتدع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة نينكي قف مسلمة حقي سقاته دار بين أنا كقات ودارته وحبي يسكو قب سدين قفك حق لها مرقاتك أم بل مرقاتي بواي كي كلا بين كدارته مرقاس الله حكم فقد أوجب الله له النار إلهي نار بواجبية وحرم عليه الجنة جنة إلهي وكحرمي ذلك مجلس كفدين إن كم إذا وحي يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا وحي يربح النقضي هدو بين أقود أرتم النار بأو أجبس قال وحي النبي وإن قديبا من أراك لان عذي أبها النقضي رمي قان عذي لغو عذي دبها النقضي هدو بين أقود أرتم النار بإلهي واجبني يحفظت ما هو لله انت أدت أي قادن يا ذلك الحقوق إليه نقول كودي بي قادن يا قريه بي قادن يا وحوص مال كيسو نمبو قادن يا بغير حق بكو قادن تنار أمبا أديار أسقنا وإنان إلهي كعب سنة ولا ليا لسان كينا حبن كان وإنان إله لنو عرب كينا وحكا صوبحيا وإنان إله لنو رسولك عليه الصلاة والسلام إبا تدقوا ليها إيا عرب كان سيدا أهو علوس يها ويا وحا أهو عرب كان نبي مصداء قبنا كف عليك هذا والعرب كان إسكا قبو لسان كاك قبو إسكا إله لبو رسولك عليه الصلاة والسلام dadka waxa ugu khayrka badan qofka afkiisa hadalkiisa uu gaaban yahay hadalkiisa uu xadidan yahay wixii wanaag ah la waydiyo buu ka jawaabaya waxa kale ee qofka iska hadla un maaha dadka ugu fiican waa qofka hadalka yar waa qofka hadalkada badan dambi kama nabadgelaya marna lisaankeena aan ilaalinno walaal ilaahay aan ka baqno subhanahu wa ta'ala waajib baan nasaaran mas'uuliyad baan nasaaran waxaan ku hadlayno dhan waa wax ilaahay nagu xisaabin doono ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wax alla waxaad ku hadasha raqiib iyo atiid baa qoray beri qiyaamana waa lagu soo hordhigaya jannada wax lagu galo waxa ugu khayrka badan waa taqwada ilaahay iyo xusnul khuluq waxa naarta lagu galo waxa ugu badan waa lisaanka iyo farjiga
لسانكينا أن إلالنا إلهينا أن كبغنا ذكرك إلهي يضاعد إلهي أن كبغنا حبنك إلهي نوغو نعمينا إلهي نعمتي سأن كبغنا إلهينا أن كشكرنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.